dalımda alsa, savursa bile, yerlerden yerlere öfkeyle vursa, dünya bir yangına dönse, kavursa bile, dimdik dursa, Elif gibi. Hayatım kördüm açmaz olsa bile, gönlümün kuşları uçmaz olsa, acılar sözleşip beni bulsa bile, dimdik dursa Elif gibi. Ağlasam gizli gizli, kimse görmese beni, derdimi sırrımı kimse bilmese, kar denen misali bu sebebi halimi, dimdik dursam yine bir Elif gibi. قلت لها وقفي على راس المريض وجسي نبضه لشوف. عبس، تنفس اصطناعي طيب. عن جد هيك قلتي لها؟ ايه طبعا. خليها تعرف شو راح يصير معها، لازم تفهم. ايه. طبعا عمتي رنا فجرت القنبلة بالآخر. قلت لها يلا شيلي حجابك ووقفي النزيف. لا تقولي شلحته هلا. لا أبدا. أصلا أنا اخترتها لأني متأكدة إنه هي ما رح تشلحه، وحبيت يكون هذا الشيء درس للكل. مفكرين إنه كلمة دكتورة سهلة. ييه عمتي، عن جد يا ريتك أنتي بتعطينا كل المحاضرات، كنا رح نتسلى كتير. أيوة هذا اللي كان ناقصني. أخي أنا هلأ بعمل لك القهوة. ماشي. قدرت، نحن شو عملنا؟ أنا ما عاد أتحمل اسمع هالحكي بنوب. إذا هيك فيك تسكري أدنيك يا إنجي خانم. كيف فيك تكون بلا ضمير لهالدرجة؟ هاي بنتها. هنن مجرد أعداء، طالما مانن مع بعض فهنن مجرد أعداء، يعني مثل ما بدي وأكتر كمان. تفضل. يسلمون. إن شاء الله صحة. وأنا تأخر عزيز. آه صحيح، والله نسيت خبرك، تعطلت سيارته مشان هيك أخذها على الميكانيكي لحتى يصلحها. وين ما بده يروح يروح، المهم ما يلحق هي البنت. مبارح سهام مرقت لعند ابنك عزيز بالموقع. ايه. كانت عاملة كعك وأخذت له شوي، وبعدين اجت لعندي لهون، قالت لي قضينا وقت حلو أنا وعزيز. والله غريب. أنا عم فكر بشي، يعني باعتبار هديان الأوضاع شوي، خلينا نظبط شي عزيمة للجماعة. طيب ماشي، رح نظبط عزيمة. ألو. طيب جاي فورا. شو صاير يا نزار؟ عم يتصلوا فيني من الموقع، عزيز مسك الزلمة اللي قوص عليه. كيف يعني؟ يلي قوص عليه كان عسكري يعني؟ هنن كانوا معاقبينه وقرب انه يتصرح. يا ربي، اذا اعترف انه انت اللي كلفته شو رح تعمل؟ لك بلكي اعترف عليك. مستحيل يتجرأ ويساويها. جهزي لي البدله بسرعه. عود لشوف. أنت بتعرف الضابط عزيز من قبل؟ لا. طيب ليش كنت قدام السكن؟ وليش حاولت تخطف البنت؟ عندك شي مشكلة مع الضابط؟ كنت بدك تقتله شي؟ ما رح أحكي. ليش؟ أنت مهدد شي؟ ليك، أنت ملفك كتير سيء، يعني على شوي كانوا رح يسرحوك، مشان هيك لا تصعب على حالك أكتر.
بدي احكي مع العقيد نزار حالا ورح احكي له كل شي بعرفه له. كنت رايح شوف رفيقتي ولما شفت واحد عم يتهجم عليها اضطريت اني اتدخل. هي ساكنه بهداك السكن مو؟ ايه نعم ساكنه هنيك. انا قلت لها انه هذا المكان مو مناسب بس هي جديد جاي على اسطنبول واضطرت تقعد مؤقتا لهيك انا رحت لهنيك. عزيز احترامي سيدي. شكرا. تفضل سيادة الرائد. شو صار؟ وين شفت الزلمة؟ أنا صدفت سيارته بمحل التصليح، سألت عنه وعرفت مكانه. طيب اعترف بشي؟ التحقيق مستمر، هلأ بجيب لك الملف. أنت ليش عم تخاطر بحالك؟ كان ضروري إنك تلحقه. شو أعمل بابا؟ أنا ما فيني أسكت عن حقي، كمان رح نعرف منه كل شي هلأ. في أي شي تاني؟ طيب ماشي. خير شو في؟ ما أعطى إفادته سيدي، قال ما رح يعترف غير لسيادتك. يعني بده يحكي معي؟ شو هالمسخرة هاي؟ أكيد رح يلتقى حل ويرجع السكن يا أستاذ، لا تضايق حالك. كيف بدك ما أتضايق؟ زعلان على وضع البنات يا عدلية، اطلعي على حالتنا. اها شو لسه ما نمتي حبيبتي؟ شكلي مالي نعسان كتير. عمو ابراهيم انا بدي اطلب منك شغله. قولي إليف. فيك تاخذني لعند امي؟ بدي فوت. عزيز خليك هون، أنا ما بدي شيء أسرع التحقيق أبدا. تفضل سيد العقيد. فيك تطلع، أنا حابب ضل مع الرقيب لوحدي. بما أنه في عنده حكي كتير وهو حابب بس يحكي لي يا إلي، فرح نبقى لحالنا واحترم رغبته. تحت أمرك سيدي. ليش طلعت حضرة المدعي؟ أوامر سيادة العقيد. بتمنى تكون ما خبصت، ما هيك؟ هذا الشيء بإيدك أنت. لا تفكر إنه واحد مثلك بيقدر يساومني ولا؟ ما عندي حل تاني، وإذا أنا تورطت بالقصة فلا تتوقع مني إنه ضل ساكت. ما بتتجرأ تعمل هيك شيء. وليش حتى خاف؟ ماني خسران شيء بنوب، أنت يلي رح تخسر، وإذا مانك حابب توسخ سمعتك لازم تلاقي طريقة تنقذني. لازم نورط حدا تاني بالقصة اللي صارت. بدي تطالعوا هذا الرجال من الدعوة وبأقرب وقت. إبراهيم أويكون، بتقول هو يلي كلفني، يعني رح تقول انه هو اللي طلب منك تخطف هذيك البنت من شان الدعوة يلي رافعها تساوي ضجة. بهالحالة انت اللي رح تنفذ. طيب شو من شاني انا؟ هيك رح انسجن. اذا بتقول هالحكي يلي عم بطلبه منك هلأ رح تكون عقوبتك السجن وبس، لانه انا اذا عطيتهم السلاح يلي معي وما في داعي طبعا إني أقول لحدا شو عامل بهذا السلاح لحد اليوم، وقتها رح تنشنق.
مرجع. انتهى. ايه بابا شو قال؟ حتى هذا الشيء طلع ورا جماعة الرجاية. كيف يعني؟ لهيك كان خايف انه يعطي افادته، لأنه بيعرف منيح قديش التهمة تبعه كبيرة. على كلين، يلي اعترف فيه هذا الرقيب ببساطة انه يلي كلفه بخطف البنت ابراهيم أويكون. مستحيل. بلى، لحتى تعرف منيح انت مع مين عم تتعامل. هون؟ حسب العنوان هون. قديش رقمه؟ 50. لسه لقدام شوي. هون، لازم يكون هون البيت. نوقف هون؟ ايه عمو، بلا ما نقرب أكتر، بلا ما يشوفونا. مستعدة تضحي بحالك لتشوفيها، ما هيك؟ بس بدي ضمها مرة واحدة. اندق الباب عليها؟ لا بلاها عم إبراهيم، بابا رح يضرب جوليا إذا عرف. أنا ما بدي جوليا تتأذى بسببي. شو صار لي؟ شو قلتي؟ إليف شفتها. لكن انت شو عم تحكي؟ شو جنيتي يعني خلاص؟ إليف كانت برا هلا شفتها، حتى طلعت فيني. لك حاجتك جنان بقى يا مرا. خليني روح خلاص بعد. امك مو بقيان براسها عقل بالمره. شو هالقصه هي؟ تعي لهون يا مجنونه. من شوي كانت هون، كانت واقفه. شو يعني كذبنا بالمخفر وقلنا مجنونه صارت عن جد هيك؟ كانت واقفة مقابلي عم تطلع فيني. امشي وحاجة جنان، رح تفضحينا قدامي. شفتها ماما. تعي لك خلاص، امشي معي. فوتوا لجوا، مجنونة طاروا عقلاتها على الآخر. حساب والحياة بترمك بوتيلة بذكر شكردم بذكر شهب انجل نحساب والحياة چار ورم بوده Suçunuydu baharın karanfiller açarken Sabret gönül sabret küsme sakın kaderine şükret
Her kuşun bir baharı var elbet. Yeter ki sen sabret. Sabret gönül, sabret. Küsme sakın kaderine, şükret. Her kuşun bir baharı var elbet. Yeter ki sen sabret. Kuşun bir baharı var elbet. Yeter ki sen sabret. Sabret gönül, sabret. Küsme sakın kaderine, şükret. Her kuşun bir baharı. Yeter ki sen sabret. إليف، بس دقيقة. أنت؟ روح امشي. شي ضروري، هلأ بخرب الدنيا. ها دقيقة. فهمت. شو بدك؟ إليف، اسمعيني، أنت بخطر، جيت حتى خبرك. يعني أنت ما بتبطل؟ سبق قلت لك ما عم صدقك. إليف، اسمعيني لمرة واحدة، أنا مبارح كمشت الزلمة يلي حاول يخطفك. أنت بتعرفي على مين اعترف بالتحقيق؟ يعني مين اللي بعته يخطفك؟ مين؟ إبراهيم أويكون، المحامي، هو اللي قال له يعمل هيك. أنا ما بصدق. إليف، فوتي على خيمتك، فوتي. ما رح تفوت. وانت شو دخلك؟ انت شو دخلك؟ عزيز، عمو مشان الله خلص. اسمعني، انا ما بدي شوفك عم تقرب من إليف. ليش؟ عم بنزع شغلك يعني؟ بدك تورطهم بدون ما حدا يمنعك؟ احترم حالك، عارف مع مين عم تحكي؟ هدول مثل بناتي. وصلوا، هلأ بتقلن هالحكي. شو عم تعمل عزيز؟ ما عمل شي يا إليف، هو وصل حاله لهون. مين إبراهيم أويكون؟ أنا، تفضلوا. لازم تجي معنا على المخفر فورا. ليش بدكم تاخدوه يا ابني؟ هو محامي. طيب شو عامل؟ رح نعتقلك لأنك متهم بمحاولة قتل إليف كورال. ها؟ كيف؟ إليف طلعت هلأ، بس بدون عمو إبراهيم. إليف استني. شو بدك؟ هذا اللي بدك يا هي عم إبراهيم انحبس، إن شاء الله ارتحت هلأ. أنت عم يا شي، ليش ما بدك تشوفي الحقيقة؟ يلي حاول يقتلني اعترف إنه إبراهيم اتفق معه. لا ترد، أنا متأكدة إنه هالزلمة واحد كذاب. لازم تتورطي لتصدقي. بشو بدي أحلف لك؟ هالواطي عم يستغلكن. لك خلص. لو عنكن عقل ما بتثقوا فيه. قلت لك خلص. لو ماله ابن حرام ما أثر عليكي كل هالقد. جلنار حبيبتي،
فيك تفيق عزيز لأنه رح يصلوا الضيوف وحضرته بعده نايم؟ عزيز مانو بالبيت. كيف يعني؟ ما بعرف بس مانو بالبيت، هو طلع بوقت متأخر وتليفونه ما عم بيعلق. يا ربي أكيد راح لعند هديك البنت. لك أنا شو بدي ساوي مع هذا الولد؟ قلي لي أنا شو لازم ساوي؟ صار بيعرف منيح شو قصة هذا السكن. فضينا البيت وزتينا الناس بالشارع ورمينا المدير بالحبس. لسه شو بدي ساوي أكثر؟ شو بدي ساوي؟ هي إجوا الجماعة. نيالي والله. لنشوف. أهلا وسهلا. أهلين فيك. تفضلوا. كيفك؟ أهلا وسهلا سيدي، شرفت. تسلم. مرحبا. أهلا وسهلا، تفضلوا. عزيز مو هون؟ عزيز؟ رح يجي بعد شوي. ليش وين راح؟ مفاجأة. مفاجأة؟ ايه تفضل. لا تتضايقي، خلص المهم انك ما قصرتي فيه. خلص سهيلة، اجلينا هذا الحكي هلا. ليش؟ هي هو ما قصر بالحكي على عمو ابراهيم، لو هي ما ضربته الكف انا كنت رح اضربه بداله. طيب بلكي الزلمة ما عم يكذب، يعني لو الشرطة مو ماسكة عليه شي كانوا طالعوا. انتبهي منيح على كلامك سراب، وقال والله بفش كل خلقي فيكي هلا. سهيلة يا بنتي خلص، عيب بقى. هاي وحدة حقودة خالتي عدلية، حقودة. احملي حالك وانقلعي لأنه ما عادك مطرح بيناتنا. أنا ما عاد بدي هالمكان، شو بيعرفني بشو رح أتورط؟ هلا أنتو حرين تصدقوا أو لا، بس هو أكيد حاول يقتل إليف. عن جد هالبنت بقها. بنتي خلونا نروح، يلا قومي حبيبتي، قومي امشوا تفضلوا. ايه شو رح تكون المفاجأة عند الصبح؟ ما بعرف، هو هيك قال لي. سيدي بعتقد أنه سيادتك ما سمعت باللي صار مبارح بالمقر، يمكن مو هيك؟ شو صاير؟ نحن عم نفطر هلأ، أجلوا الحكي بالشغل. هذا الشي بخصك كمان، قصدي بخص موضوع الدعوة. الأستاذ المحامي إبراهيم أويكون طلع عامل اتفاق مع رقيب بالجيش، والرقيب سمعته سيئة كتير، وهو كلفه بأنه يخطف بنت من البنات بالسكن، ومخطط انه يقتل البنت ويدعي انه هي يلي انتحرت. ايه بس ليش حتى يعمل هيك شيء؟ لحتى يتهمك الك. رح يقول هالبنت المحجبة بسبب تعرضها للاضطهاد انتحرت، وهذا الشيء رح يفيد شغله. وبرأيكم مين ممكن ضميره يرتاح بمثل هيك خبر؟ مثلاً حضرتك بترتاحي لهيك خبر؟ سمعتي بإذنك رنا؟ الله أعلم هداك الزلمة شو عامل حتى ربح هاي الدعوة. طيب في خبر، شو رح يعملوا مع المحامي هلأ؟ سيدي بعد شوي رح ياخدوه عن نيابة العامة، وبالنهاية مثل ما المحامي نفسه بيقول الله كبير. عزيز فوت. صباح الخير. صباح النور. كيفك سيدي؟ أهلين. لا تواخذوني تأخرت، كان لازم دور للاقي الورد اللي بتحبه سهام. شكرا لك عزيز. ولو خاطركم يا جماعة، يا صبايا أنا رايحة، أمانة لا تواخذوني. زينب لوين بدك تروحي؟ أنا حكيت مع بيت عمي وقالوا لي تعي لعنا. طيب ليش بدك تروحي؟ هي طلبت مني إذن وأنا سمحت لها. ما بيصير نضل قاعدين هيك قدام البواب، الأستاذ إبراهيم كان هون قبل وكان في عنا أمل يفتح السكن.
بس شايفين الوضع، كلكم اتصلوا بأهاليكم، من هون للمساء ما رح يضل حدا هون. يلا بنتي. تشرب كاسة تانية؟ إذا من إيدك ليش لا؟ أخيراً وشكون عم يضحك؟ نحن من زمان بدنا إياكم هيك. هلأ اللي راح راح، وإن شاء الله تنذكر وما تنعاد. سلم إيديكي. صحة وهنا. عندك شي اليوم؟ لا بنوم. منيح، هلأ صار عندك شي. عالثلاثة بيجي باخدك. عن جد؟ في مفاجأة؟ طبعاً هالمرة رح تكون مفاجأة حلوة وكتير. عن جد غريب هاليوم، عم نتفاجأ كل شوي. تفاجأت انك قدرت تحل موضوع المحامي بهي سهولة، وفرحت كتير باللي عملته يا نزار. شكرا لك يا سيدي. في قسم تاني بالحكاية وانا لسه ما حكيته. البنت يلي حاول يخطفها المحامي هي إليف، يعني حضرة المحامي كان بده يقتل إليف سيدي. ها انت هيك كبرت بعيني أكتر سيادة العقيد. حابب كلفك بمهمة تانية. أمرك سيدي. تعرف بالجامعة في شباب لقلنا هنيك وبينقلونا كل شاردة واردة وكل شي بصير بسجلوه. ايه بعرف سيدي. وأنا اليوم بدي منك تترأس الاجتماع اللي راح ينعقد هنيك، بدك تمثلني. أنا تحت أمرك سيدي. أنت ما عندك حل تاني ومضطرة تتصلي بأهلك، شو بدك تعملي؟ سهيلة شبكي، على أساس ما بتعرفي بابا هو شو ممكن يعمل معي؟ الخوف ما رح يفيدك بشي يا إليف. امسكي هالجزدة. ألو؟ ألو؟ هي أمي. ردوا بقى. ألو؟ وليه؟ شو عم تعملي؟ هاتي لشوف. على أساس أنت بتعرفي تحكي على اللاسلكي. ألو؟ بابا؟ ايه؟ وليه؟ انت جنيتي شي؟ ليش عم تتصلي؟ تعرفي الكل هون؟ كنت مضطرة احكي معك بابا، انا صفيت بالشارع. شو عم تخبصي؟ السكن تبعنا تسكر. هلا بعدين بحكي لك شو صار، بس انا بخيمة قدام السكن وبحكي.
الحاجة لشوية مصاري. والله؟ وشو رأيك استأجر لك بيت؟ يا أمي، شو عم بيصير مع الرجال؟ إله يومين هون بس وبلش يصاحب نسوان. بابا، أنا بس بدي منك شوية مصاري، بس مشان آكل وشرب. وليه؟ هيك كان اتفاقنا نحنا؟ ها؟ مو على أساس ما تتصلي؟ مو اتفقنا ما تطلبي مصاري مني؟ أنا ما بدي كتير، بس بدي يكفوني شهر وبعدين بدبر حالي. وديش هالمبلغ اللي بيكفيكي بالله؟ ماشي، راح جيب لك ياهو. اسمعي، لا بقى تتصلي لهون ابدا، والله بيجي وبخلي ايامك سودا، فهماني؟ لك الله يعدمني اياك. لا وعم بتقل حالك كمان، ما انا اللي بدي خلي ايامك سودا يا واطي. طيب ماشي، سكري التليفون بقى، سكري. الكل بيشتري جاهز وأنا لازم أعمل كل شي بإيدي لحتى ألبس. وين الشنطة؟ أي شنطة؟ شنطاية أبوكي. لك شو صار لك أمي؟ بيذبحنا اثنيناتنا سوا. إذا ما بتقلي لي أنا اللي رح أذبحك. تحت الفرشات. النارة. بس نزعتي شغلي هيك. حس شكرا كتير على هالعزيمة. يا أهلين، شرفتي. ايه عزيز، بخاطرك، ناطرتك على الساعة 3. بخاطرك يا نزار. شكرا كتير على تشريفكم سيدي. منلتقي بمقر القيادة. أكيد منلتقي. أخي، قصة إبراهيم مو منطقية. وشو فيها؟ فيها إن قصة خطف، ما رح صدق. أخ منك رنا، عن جد أنت كتير طيبة. انت ما بتعرفي هالزلمة، لازم تتوقعي منه اي شيء. علما انك جربتيه، بس شكلك لهذا اليوم ما عرفتيه منيح. في شغلات كتيرة لازم تتعلميها يا رنا، كتير. منيح وافق يعطيني مصاري، بدبر حالي هالفترة. دبرتي حالك، العطر علي، نصرفهم مع بعض. لك ما بيكفوا إليف، ما بيكفوا. شو بدنا نعمل؟ طيب اتصلي بأهلك. خلص انسي. ليش؟ أنا يمكن وضعي أسوأ من وضعك، هنن ما عم يحكوا معي لأني تحجبت. ما كنت بعرف. أساساً ما في حدا بيعرف. خالي بيصرف علي، طلبت منه مصاري من كم يوم. قلك شو، في عندي شوية ذهب، شو رأيك نروح نبيعون هلأ؟ امشي لعند الصايغ. أنا طالع. شو لوين؟ عندي شغل. انت شو حاطين بالصوب يا حتى صايرة الغرفة نار؟ ولا شي، شوية ورق. ايه منيح، طلعوا لبرا شوي لشوف. يلا بلا نياط، اطلعوا بقى. خلصوني. شو قصتك؟ حتى انت انتزعتي من وقت ما اجيتي له. اطلعي. شو صاير؟ وين المصاري؟ يا بنت! شو وين المصاري؟ وليه؟ وين المصاري؟ أي مصاري؟ ما منعرف شي أبداً، نحن ما دخلنا فيها.
انتي طلعتيهم؟ لا والله. اخي كيف طالع؟ طالع مثل الفنانين ما هيك؟ انتي اخذتهم ولا؟ ايه انا اللي اخذتهم، بس صاحب البسطة ساعدني شوي. انا ما عم بسألك عن تيابك. عن شو لك؟ طلع بالشنتاي. وين المصاري؟ انت اللي وين المصاري؟ انا اللي عم بسألك وين المصاري. ايه انا شو بيعرفني ما كانوا معها؟ عشان تكذب علي هلأ. شو عملت بالمصاري؟ عمالك اعتري. يلا اذبحوا بحقكم دبح. يلا طلعوا المصاري، طلعوا طلعوا. لك مو معي. طلعنا عمالك. تعالوا بعد عني. شرفوا ارتاحوا يا شباب. بالبداية أنا ببلغكم تحيات سيادة الضابط قدرت. وهلأ بتعرفوا من لما بلش الدوام بالجامعة والتوتر زايد، وهلأ صار بدنا منكم تقارير كل أسبوعين، كل شي بيصير بالجامعة وأي تجمع أو أي مظاهرة فورا بتبلغونا. حالياً مين المسؤول عن جامعة اسطنبول المركزية؟ أنا سيدي. أنت من المجدين والمجتهدين بشغلهم ودائماً موجود عند الطلب، وآخر حملة توقيع صارت بالجامعة وجهت الطلاب وترأستهم. بهنيك، هيك الشغل، لأنه كتير مهم هلأ نكسب ثقتهم، وبما أنه كسبنا الثقة هلأ صار وقت أنه نعززها أكثر. وراء الجمعية صاروا باسمك هلأ لو سمحت. رح تكون المسؤول، وانت بدك تحاول انه تجمع كل الشباب اللي عم يتلقوا التعليم الديني، وكمان انت فيك تقدم منح ومحاضرات ثقافية وعلمية وجلسات نقاش. اذا هالجمعية حققت نجاح ملحوظ ببشركن انه هذا البرنامج اكيد رح يتعمم. وهلأ كلنا لازم نتعاون سوا وهدفنا واحد، وهو انه نوقف ضد كل رجع بجمهوريتنا التركية ونقضي عليه. عزيز أنا ما عم صدق كل شي بيناتنا رجع مثل الأول. أنا كنت عارفانة إنك رح تحس بغلطك. إيه مزبوط، أنا غلطت معك وغلطة كبيرة كمان، بس هلأ رح صلح هالغلط. يعطيك العافية. أهلا وسهلا، تفضل بشو خدمك؟ فرجينا المحابس. بس إن شاء الله نلاقي شي صايغ فاتح. هلأ يوم الأحد كل المحلات بتكون مسكرة. سهيلة يعني بابا رح يجيب مصاري مندبر حالنا فيهم هلأ، وبس يخلصوا منلاقي حل تاني. لا إليف ما بصير، الكل رح يجيبوا مصاري وأنا ما رح أرجع فاضية. سهيلة أنت ما بصير تبيعي ذهباتك مشان ناكل فيهم. طيب ذهبات مالهم ذكرى عندك؟ قلك شغلة عن جد أنا ماني حابة أتذكر أي شي منهم. خليكي مرتاحة من هاي الناحية. ها هاي في هنيك صايغ فاتح. كيف؟ إذا عجبك رح يعجبني. أنا ماني قدران أقرر. طيب اتفرجي على هاي الموديلات كمان. مساء الخير. حبيبي هذا كيف؟ كلهم حلوين بإيدك. تفضلوا شو طلبكم؟ بدي بيع هدول الذهبات. لا تواخذيني يا بنتي، نحن ما منشتري. أصلاً أول ما فتت عرفت إنك بتتعامل بالبيع وبس. طيب شكراً كتير.
أنا لو محلك كنت علقت ورقة كبيرة على باب المحل، يعني مو لازم مين ما كان يفوت على هالمحل. شو رأيك بهاد كمان؟ حضرتك ما بتعرفهم، ما عم يردوا على حدا ولا عم يتزحزحوا من قدام السكن، ومستحيل أقنعهم بهيك شيء. هذا الحكي ما بيهمني أبداً، اعملي شو ما بدك تعملي، بس المهم تاخديهم على السكن الجديد. ما رح أترك رفقاتي لحالهم، نحن عطينا كلمة رح نبقى هون لو شو ما صار يصير. ليه؟ اسمعي، شو نسيتي القتلة بالاستديو؟ أنا أخذت مرتك منك، وهلأ كمان أخذت سكنك وطالباتك، ولسه بدي أخذ روحك. المحامي إبراهيم أويكون الذي رفع قضية على جامعة اسطنبول المركزية وربحها سابقاً، تم اعتقاله بتهمة التحريض على خطف وقتل طالبة. كمان أنا ما فهمت أنت ليش الموضوع زعجك لهالدرجة؟ هي مجرد جمعية. يعني مثل هي؟ شو هي؟ المتطوعين الموجودين بالجيش كمان مؤسسين جمعية. Dalımdansa savursa bile yerlerden yerlere öfkeyle vursa dünya bir yangına dönse kavursa bile dimdik dursa Elif gibi hayatım kördüm açmaz olsa bile gönlümün kuşları uçmaz olsa Acılar sözleşip beni bulsa bile dimdik dursa Elif gibi Ağlasam gizli gizli kimse görmese beni Derdimi sırrımı kimse bilmese Kardelen misali bu sebebi halimi Dimdik dursam yine bir